موجز الأخبار من أي بي سي نيوز عربية، أهلا بكم. مصدر يكشف لأي بي سي عربية عن خلافات حول مخصصات المحافظات في الموازنة قد تدفع لتأجيل التصويت عليها حتى مطلع الأسبوع المقبل. لجنة الأمن النيابية تشدد عبر أي بي سي عربية على ضرورة زيادة تخصيصات وزارة الدفاع لتعزيز القدرات الدفاعية وشراء الرادارات والعجلات الاختصاصية. عضو لجنة العلاقات الخارجية مثنى أمين يصف من خلال أي بي سي عربية استدعاء طهران للسفير العراقي على خلفية مشاركة شخصيات معارضة للنظام الإيراني في مناسبة بإقليم كردستان بالإهانة المتكررة. وزارة التخطيط تؤكد لأي بي سي عربية أن إطلاق الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية سيساهم باستيعاب الشباب وإيجاد فرص عمل لهم. المدير الإداري لمنتخب شباب العراق نديم كريم يشكو عبر أي بي سي عربية من تعامل الجانب الأرجنتيني إزاء إجراءات منح تأشيرة السفر الإلكترونية لوفد المنتخب. انتهى الموجز، إلى اللقاء.